الأسئلة يقول: ما صحة حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وما معناه؟ نعم، حديث صحيح. نعم، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى أنه يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء ولا يترك شيئا من أعضائه، لا يصل إليه الماء، يتعاهد أعضاءه، يسبغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تفسدوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى لا يحافظ على إكماله وإسباغه على الوجه المشروع إلا أهل الإيمان، لأنهم يعتنون بعباداتهم ويتقنونها